انا انتيرور ولا بوستيرور؟ ادي الايه الفورس اهو، تمام الفورس فينتريكل، يبقى ده كده بوستيرور، انا هنا كده انتيرور. تمام، هاجي اعلم اول جروف عندي كده هنا، ده خلاص ده الانتيرو ميديان فيشر. تمام، الجروف اللي في الاول ده بيجي تعلمه لك بلاين، هو خط ازرق ده؟ لا مش الازرق، هاجي باجي اعلمه لكم بلاين. مش كنت المارجينيان بالظبط؟ هو ده. اوكي تمام، هو ده انتيرو ميديان فيشر. شايفين هو الاسود ده كان متعلم اهو، ده برضو ده اقصد بيه البازلر جروف. تمام، ده الانتيرو ميديان فيشر. اول جزء ازرق بعديه ده البيراميد. تمام، كل الجزء بعديه ده ده البيراميد، ده البيراميد خلاص. ادي البيراميد اهو، ده اللي عليه الدبوس الايه الاصفر. تمام، هاجي كمان شويه البيراميد ايه خلاص ماشي فيه كورتيكو سباينال تراكت، في النص كده فيه مفروض سلكس هنا. تمام، اللي هو ماشي فيه النيرف ده انترولاترال سلكس. انا جيت علمت لك على جزء هنا لما على البيراميد ولا على الاوليف في النص كده، يبقى ومش ناحيه فيه النيرف، يبقى انا عايز مين؟ انترولاترال سلكس اهو. نعم كده اهو خلاص، الانترولاترال سلكس اهو. تمام خلاص، يبقى انا كده انتروميديال فيشر بيراميد انترولاترال سلكس اهو. تمام خلاص، هاجي كده كمان شويه الحته الاوفال وباينه ما تلخبطش. تمام، يبقى مين ده؟ الاوليف خلاص، اوليف ان الكرين نيرف ميديال ليها هايبوجلوسال نيرف، كرين نيرف رقم 12 لاترال ليها 9 و10 و11. تمام خلاص، هي ريليتد لمين؟ انفيرير اوليفر نيوكليوس، اسئله السيل عليها. تمام، دي الاوليف. حاجه كمان شويه كده يعني في كتير، ده انفيرير سيريبيلر بيدانكل خلاص، لقيت ان الريفات 9 و10 و11 اهم، يبقى السلكس ده اللي هو بوست لاترال السلكس هم ماشيين فيه. التالت ده عندي انفيرير سيريبيلر بيدانكل، انفيرير سيريبيلر بيدانكل. تمام خلاص، اللي عليه الدبوسين ماشي، ده الانفيرير سيريبيلر بيدانكل. طب الحاجه البارزه اللي في النص، في النص فين؟ ده كرينيا نيرف 9 و10 و11 ماشي، كرينيا نيرف خلاص ماشي. هاجي بعد كده هنا عندي هطلع في البونس، عندي سهل مفيش حاجه، البونس كله هعلم لك عليه، الفايبرز اللي ماشيه فيه ترانزفيرس بونتاين فايبرز. تمام، وده بازيلر جروف، في بازيلر ارتري. السؤال التالي كده نيرف ريليتد 5 و7 8 5 و6 و7 7 و8. هاجي امسك لك من هنا، احيانا نمسك من الدي ميدل سيريبيلر بدونكل، امسك لك كده، اصل هو مفيش حاجه تتعلم غير كده، ده امسك لك من الحته الحديد دي ميدل سيريبيلر بدونكل. تمام، ميدل سيريبيلر بدونكل الحته الحديد اللي ممسوكه في الجنب دي. تمام، هاجي كده هطلع فوق هنا، الميد برين عباره عن جزئين، السيريبرال بدونكل والتكتم الجزء البوستيرور. تمام، السيريبرال بدونكل والتكتم الجزء البوستيرور بتاعه ماشي، اللي فاصل في النص بينهم ده اللي هي السيريبرال اكوادكت اوف سيلفيس، هي اللي فاصله بين السيريبرال بدونكل والتكتم. تاني كده ميد برين، تاني ميد برين عباره عن جزئين، جزء اسمه السيريبرال بدونكل اللي هو ده، ده السيريبرال بدونكل. تمام خلاص، اللي حط عليها الدبوس في الجنب كده، دي السيريبرال بدونكل اللي فيها فايبرز اهي دي دي. تمام خلاص، والجزء الثاني اسمه تكتم اللي هو اللي ورا ده، اللي فاصل في نص منهم الايه السيريبرال اكوادكت اوف سيلفيس، ايه سيلفيس. تمام، السيريبرال اكوادكت اوف سيلفيس اللي في النص دي. تمام خلاص، طيب عندي هنا السيريبرال بدونكل كاجزاء يجي يسال عليه كراس سيريبراي. تمام، سبستانشن يجرا وحاجه اسمها تيجمنتوم، دي اجزاء السيريبرال بدونكل، لكن الجزء اللي ورا ده اسمه تكتم اللي هو عباره عندي عن تو ايه تو ايه كلوكلوكلاس. تمام، او كلوكلاي سوبيريو كلوكلاس خاصه ريفلكس سنتر اوف فيجن، وادي الانفيريو كلوكلاس اهي، طبعا دي السوبيريو باينه وادي الانفيريو باينه اهي. تمام خلاص، سوبيريو كلوكلاس وانفيريو كلوكلاس، فانكشن بتاعتها ريفلكس سنتر اوف فيجن، دي السوبيريو اللي فوق، الانفيريو في الاوديتوري ريفلكسس. تمام خلاص ماشي، هاجي بعد كده الكرينيا نيرف ريليتد 3 و4 مامالي البادي اهو، الحته الراوند دي دي. تمام، دي اللي عليها الايه جزء الراوند ده، ده ماميلاري بودي. تمام، ماميلاري بودي خلاص، ودي ايه انت بدك الفرصه، دي ماميلاري بودي، ده الايه ده الاوبتيك كايزما والاوبتيك تراكت. ماشي، اوبتيك كايزما اوبتيك تراكت، اوبتيك كايزما دي وده الاوبتيك تراكت اللي ماشي ده خلاص. تمام، بس بعد كده في هنا ايه تاني وحضرتك قلتي ده السيرد فينتريكل؟ اه السيرد فينتريكل ده الصلمص. طيب السيرد فينتريكل وده الصلمص. تمام خلاص، الصلمص ممكن يسال عليه بقى بلس سبلاي. تمام، بس يعني اسئله مش كتيره يعني. تمام خلاص ماشي، في